حنا اليوم هنا فريم لننفذ وقفه احتجاجيه ضمن البرنامج النضالي اللي سطروا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية الشغل القاضي بتنفيذ وقفات احتجاجيه على المستوى الوطني. لماذا؟ احتجاجا على المستوى اللي وصلت له يعني الاسعار في البلاد، ويعني في جميع كاين الغلاف في جميع المجالات، وكاين تراجعات مهوله في القطاعات اللي كتهم الطبقات المسحوقه بالخصوص، وعلى راسها التعليم والصحه والتشغيل. اليوم كاين البطاله دايره في التسول، وصلت واحد الدرجه لم يسبق لها مثيل. هذا كله راجع علاش؟ لانعدام فرص الشغل، ويعني كما قلت يعني الارتفاع المهول في الاسعار دون يعني دون حسيب ولا رقيب، رغم ما نسمع يوميا في التصريحات الحكوميه كتبقى دائما تصريحات، لان السوق هو خير جواب. المراه دابا الراجل كيدخل للسوق تيخرج يعني بخفي حنين، تيبقى مسكين يتفرج ناهيك على هادشي. غير مسائل يعني اللي عامه، ما نهضروش على الضروريات. المواطن المغربي ما بقاش كيهضر على الترفيه ولا على الصحة ولا تهضر على المعيشة اليومية. هذه راه مزالة، واليوم حنا خصنا ندقوا ناقص الخطر لكل ما يهم من يهمه الأمر. كل من يتحمل يعني مسؤولية كانت صغيرة أو كبيرة في هذه البلاد خصو يفيق ويعيق، وباش نتجندوا كاملين، لأن هذه بلادنا وحنا كنأثروا من وجهة نظرنا كنقابيين، وحنا نستنكروا هذا التجهيش وهذا الإنزال الأمني الغير مسبوق والمنع اللي تعرضت ليه يعني المسيره ديالنا على المستوى الوطني، لان كيحضروا الهاجس الامني بحال حنا بغينا نشعلوا شي عافيه، وحنا تنقول لهم راه الحصار هو اللي غادي يشعل العافيه. وحذاري ثم حذاري، نحن نؤطر النضالات يعني في اطار دستوري محض وفي اطار قوانين يعني اللي كيكفلها الميثاق العالمي لحقوق الانسان. واليوم تنقول لكم ونعاودوا المسؤولين، هذا الحصار راه ما هواش، وهذا الانزال الامني بهذا الشكل هذا هو مازال في حد ذاته في دوله التي تتبجح بحقوق الانسان وبالديمقراطيه. هذه الوقفه هي وقفه احتجاجيه منظمها السادتي على طول المغرب، من اجل المطالبه اولا احتجاجا كاع على هذه الوضعيه، احتجاجا على هذه الوضعيه اللي احنا فيها، احتجاجا على السياسه ديال الدوله المغربيه، وهي سياسه كما عرفنا وكما تعرفوا، هي السياسه في الحقيقه اش غنقول لك، سياسه فاحشه فاجره سافره. علاش؟ لانها لم تترك انتهاكا للحقوق الا ومارسته، يعني انها الدوله منتهكه جميع الحقوق ديال المغاربه، وكملتها بالتطبيع مع العدو الصهيوني، يعني انها دخلت لنا الصهاينه للبلاد، دخلتهم لنا، وهاد الصهاينه حتى هي يعني ان مطبعه هي مع الفساد، ومطبعه عاوتاني مع الصهاينه المجرمين الذين يرتكبون ابشع وافظع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. الدوله المغربيه لا ترى مانعا بانها تدخل علينا تهادو. هاد الوقفه هي مهمه جدا، لاننا على ابواب حركه، على ابواب 20 فبراير، اليوم 19 فبراير، غدا 20 فبراير، وحنا كنعرفوا الحركه المجيده ديال 20 فبراير، هذه الحركه التي اخرجتنا من واحد الحاله ديال الاحباط والياس، وادخلتنا في واحد المرحله جديده، وبينت لنا بان ابنائنا وبناتنا الشباب والشابات المغربيات كانوا في مستوى اللحظه.